أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوعدة السادسة، الصلاة، الدرس الثالث والخمسون، التدريب الثالث، سل بين الجملة والصورة المناسبة. Connect the sentence and appropriate picture. أنت مسافر. Okay, tell me the answer for this one. Do you hear me, Aisha, or anyone? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Tell me the answer. جيم تركيا. Read the next one. هو مسافر إلى مكة. حمزة مصر. ها با دال. Next one is ba and then dal. Okay. سل بين السؤال والجواب. Read the first one. أين تصلي الجمعة؟ أين تصلي الجمعة؟ إلى ال no. في المسجد الحرام. في المسجد الحرام. هل أنت مريضة؟ مريض. هل أنت مريض؟ لا أستيقظ متأخر. Wrong answer. نو نو لا أنا بخير. دال دال دال. لا أنا بخير. That one. إلى أين أنت مسافر؟ إلى المكة. هل تستيقظ مبكرا؟ لا أستيقظ متأخرا. با إلى أين أنت ذاهب؟ إلى المكة. للمدرسة. نو. إلى المدرسة. إلى المدرسة. جيم هل تسمع الأذان؟ نعم أسمع الأذان. ها Okay, now read this one. سلمان من تركيا. هو تركي. سلمان مسافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام. هو مسافر إلى مكة بالحافلة. سلمان سيصلي في المسجد الحرام صلوات الخمسة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. سلمان سيذهب إلى المدينة يوم الخميس، سيصلي الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. نبوي. نبوي. Okay, first question. من أين بلد من سلمان؟ أي؟ من أي بلد سلمان؟ سلمان من تركيا. ما جنسيته؟ هو تركي. إلى أين هو مسافر؟ سلمان مسافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام. بس مكة تكنسل only until مكة. إلى مكة. هل هو مسافر بالسيارة؟ هو مسافر إلى مكة بالحافلة. لماذا هو مسافر إلى مكة؟ سلمان سيصلي في المسجد الحرام. لماذا هو رامز مسافر إلى مكة؟
فاست لاين. इसका क्या मतलब होगा? लिमाजा हुआ Why? मुसाफिर Why he is वो traveling to Mecca? للصلاة في المسجد إلى مكة سلمان الحرام. مسافر إلى مكة Listen. The answer will للصلاة start from للصلاة. للصلاة في المسجد الحرام. وماذا سيصلي في المدينة؟ يصلي في المسجد الحرام حرام الصلوات الخمس. متى سيذهب إلى What is the المدينة؟ answer for the sixth question? ماذا سيصلي في المدينة؟ سيصلي الجمعة في المدينة. What is the answer? سيصلي الجمعة في المسجد في المدينة. النبوي مدينة. في المدينة في المدينة. متى يذهب إلى المدينة؟ متى when Yes. يذهب؟ سلمان سيذهب إلى المدينة يوم الخميس. Okay, سلمان سيذهب إلى المدينة يوم الخميس. Okay. أين سيصلي الجمعة؟ سيصلي الجمعة في المسجد النبوي. No. التدريب السادس ذكر الفكرة ثم دع علامة السيئة والخطأ. سامية السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طارق يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان، ويصلي المغرب والعشاء في مسجد علي. طارق يضع المنبه منبهة. بجانبه ويستيقظ مبكرا، ويصلي الفجر في المسجد وينام بعد صلاة الفجر. طارق يصلي الظهر في مسجد عثمان. تك رايت صحيح. اوكي. صحيح. طارق يصلي العشاء في البيت. لا رونج. طارق يصلي الفجر في مسجد عثمان. فجر في المسجد. في المسجد لا يبي رونج. Yes. ويصلي الفجر رونج. طارق ينام بعد صلاة الفجر. لا وينام يس تيك وينام بعد صلاة الفجر. تيك. طارق يضع المنبه بجانبه. تك صحيح. طارق يستيقظ مبكرا. تك صحيح. عائشة عائشة Yes. repeat Yes. الوحدة السادسة. I can see the screen. اوكي. إيسا بيسا الوحدة الثلاثة. Now I can see. الصلاة.
بيسا عم بيسا. السلام. يس ريد. الدرس 53. الدرس السادس والخمسون. التدريب الخامس. التدريب الخامس. اقرأ الفقرة. اقرأ الفقرة. ثم أجب عن الأسئلة. ما أجل أن أسئلك. سلمان من تركيا. سلمان من تركيا. هو تركي. سلمان هو تركي. سلمان مسافر إلى مكة. سلمان مسافر إلى مكة. للصلاة في المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام. للصلاة. للصلاة في المسجد الحرام. هو مسافر إلى مكة بالحافلة. هو مسافر إلى مكة بالحافلة. سلمان سيصلي في المسجد الحرام الصلوات الخمس. سلمان سيصلي في المسجد الحرام صلوات الخمس. الفجر والظهر الفجر والعصر والظهر والمغرب والعصر والعشاء. والمغرب والإشعاع. سلمان سيذهب إلى المدينة يوم الخميس. سلمان سيذهب إلى المدينة يوم الخميس. سيصلي الجمعة في المسجد النبوي. سيصلي الجمعة في المسجد النبوي. إن شاء الله. إن شاء الله. جيون هايكا. سامية كيوم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. التدريب السادس. التدريب السادس. اقرأ الفقرة. اقرأ الفقرة ثم ضع علامة صحيح. ثم ضع علامة الصحيح أو خطأ. أو خطأ. طارق يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان. طاهر يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان. इसने सही और खता कहा था ना, उस टिक लगाते हुए हमने टिक क्रॉस के बजाय सही खता के صحيح लिखा. صحيح. ويصلي المغرب والعشاء في مسجد علي. والمغرب والعشاء في مسجد علي. يصلي ويصلي المغرب. ويصلي المغرب والعشاء في مسجد علي. صحيح. मैं अभी सही नहीं कहता, मैं वैसे मैं आपको बताया था कि जब सवाल हल करते थे उस टाइम हमने वो चीज जी जी करनी होती है. ठीक. يقول अभी कुछ يضع नहीं. ओके المنبه सर, रिपीट करना जल्दी. بجانبه. ويضع منبهة بجانبه. ويستيقظ مبكرا. ويستيقظ مبكرا. ويصلي الفجر في مسجد بلال. ويصلي الفجر
الفجر في مسجد بلال. وينام بعد صلاة الفجر. وينام بعد صلاة الفجر. Next student, Aisha. Yes. Tell me the meaning. मुझे मीनिंग नहीं आते। Isa, Hamisa. Yes, that's Tell me the meaning. استطاع He, able yes, he could. استطاع يستطيع يستطيع, he reading or can. يستطيع استطاع, he could. he could يستطيع, he can. he can yes آسف excuse me Sorry. سوري يا أفضل great much Better. better إلى أين تظهر إن شاء الله بيد الله If Allah wills. انتظر wait He waited. ينتظر انتظر waited ينتظر he will wait He waits. بجانب in one way Besides. okay nice بعيد far away Far. Samia. yes sir Next. تاسع ninth Ninth. ثامن ninth ثامن eighth جزاك الله خير thank you May Allah reward you. may Allah reward you جزاك الله خير ذاهب going towards سابع seventh سادس sixth سامع he hears He heard. he heard yes معه He hears. صحيح. Correct. صلوات. Prayers. زارش. إيسا بيسا. Yes. Next. طائرة بلين الظهر زور بلير عاشر تين عشاء عشاء بلير العصر عصر بلير عامل وركر عاملة هي يعمل ديد عامل he did يعمل he will do He's doing. فكرة طيبة he doing فكرة طيبة good idea Nice good idea. research Good idea. nice idea
قريب. نير كسلان ليزي. كسلان ليجي يا سامية. جي سر. السلام عليكم. وعليكم السلام. التعليل التعليل هوليدي. لي لي مين فور؟ فور فور هوليدي. No, not for holiday. Talil mean explanation. So basically, فور explanation. li of explanation or lam of explanation. اوكي سر. لتعليل فور explanation. Lam of ليل explanation. There are different لام. types of lam. One of those type is called lam of talil. لام تعليل. اوكي سر. لام تعليل ليل. نايت. المدينة المدينة سيتي. المنورة المدينة المنورة. مريض المدينة سيتي كو كتير سر. سيتي When it is simple Medina, المدينة then it is city. But when it is Al Medina, it means the holy city of Medina. اوكي سر. the holy city of Medina. جزاك الله. مريض patient. المسجد الحرام مسجد الحرام. المسجد النبوي المسجد النبوي مع ود. Next. المغرب المغرب صلاة المغرب. مكة هولي سيتي مكة. منبه الارم. وضع he place. He put. He put. يضع. He puts. اختبر نفسك، test yourself. الواحد الثاني، two units، خمسة والسادسة، خامسة والسادسة، fifth and sixth. أولا المفردات، first vocabulary. سل بين الكلمات في همزة وما يناسبها في با. join the word in همزة and with what is appropriate to it in با. زارش. عائشة. طعام و دجاج. شراب. food and drinks. شراب. نحيف و نحيف كيا هوتا هي؟ weak. كمزور. سمين. نحيف وسمين. شاي وقهوة. قليل وكثير. Okay, now match these on your book and send me the picture. I am waiting. Okay. Anybody can answer. Anyone, what is the answer? هو يطبخ فور هو يطبخ. الولدان يسبحان. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. girl بنت first option. بنت.
The man is cooking. الرجل الرجل يطبخ. Fourth option. الرجل يطبخ. The man is cooking. الرجل الرجال الرجال يطبخون. Third option. الرجال يطبخون. الرجال يطبخون. الرجل Sorry. الرجل third option. يسبح. الرجل يسبح. الرجل يسبح. He is running. هو يجري. Fourth. هو يجري. He is writing. هو يكتب. هو يكتب. He the boat. هما تسبحان. هما تسبحان. They are swimming. هم يسبحون. Fourth. هم يسبحون. هم يسبحون. هو يأكل. الرجل يأكل. الرجل يأكل. هي تطبخ. هي تكتب. هي تكتب. Third. The girl is swimming. البنت تسبح. البنت تسبح. المرأة المرأة تسبح. First. تسبح. They are writing. هم يكتبون. Fourth. هم يكتبون. النساء يسبحن. Third. النساء يسبحن. النساء يسبحن. The boys. هما يسبحان. First. هما يسبحان. Running. البنت تجري. البنات يجرين. البنات يجرين. Fourth. المرأة تشرب. المرأة تشرب. المرأة تجري. Third. المرأة تجري. Writing. Second. البنت تكتب. هم يطبخان. Third. هما طبخان. يطبخان. سيارة. 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 First. A car. سيارة. Third. Third. A car. دراجة. Fourth. Newspaper. صحيفة. Third. دراجة. A bicycle. First. سيارة. A car. سيارة. دوق. كلب. Third. دراجة. A bicycle. First. كلب. A dog. Fourth. صحيفة. Fourth. Newspaper. A car. قطة. كلب. A dog. قطة. A cat. Fourth. صحيفة. Fourth. Newspaper. قطة. Second. A cat. A man and a woman. رجل وامرأة. First. Sandwich and milk. شطيرة وحليب. حليب. Bread and water. خبز وماء. Third. Rice and apple. أرز وتفاحة. Second. أرز وتفاحة. قهوة. تفاح. Second. تفاحة. Second. تفاحة. ملك. حليب. Second. Bread. Bread. Third.
صحنان. القطة بيضاء. بيضة. 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 هم يأكلون first. هم يأكلون. الرجل يأكل. هم يأكلون. البنات يكتبن. البنات يكتبن. هو يشرب. يشرب. البنت تجري. هي تشرب. هي تطبخ. هي تشرب. هي تشرب. She is eating. هي تأكل. Third. هي تأكل. Third option. شطرة. شطرة. شطيرة. شطيرة. First. شطيرة. هي تقرأ. هي تقرأ. المرأة تشرب. هن يكتبن. هو يجري. هن يكتبن. Second. هن يكتبن. هن يكتبن. Goodbye. وداعا. First. وداعا. 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 جواد. رجل الرجل يقود سيارة. يقود سيارة. يقود سيارة. A horse. جواد. Fourth option. الرجل يقود سيارة. Fourth option. الرجل يقود سيارة. المرأة تقود سيارة. الولد يمشي. الولد يمشي. المرأة تقود سيارة. Third option. المرأة تقود سيارة. الولد يمشي. سيارة. الولد يمشي. Second option. الولد. الولد يمشي. الولد يمشي. الولد يمشي. Fourth option. The boy is walking. الولد يمشي. البنت تمشي. البنت تمشي. المرأة تقود سيارة. Fourth option. The woman is driving a car. المرأة تقود سيارة. البنت تمشي. تقود سيارة. البنت تمشي. البنت تمشي. الرجل يقود سيارة. البنت. Fourth option. The man is. First. الرجل the man is driving يقود car. سيارة.